وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ عثمان من فرنسا، تفضل. السلام عليكم سماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندنا سؤال بالنسبة لتقويم توقيت الصلاة في فرنسا. نعم. نحن اعتمدنا الفتوى للمجمع الفقهي، وبعض الإخوة يخالفوننا، يقولون أن الرؤية تخالف ما قرره المجمع، فما نصيحتكم في هذا يا شيخنا؟ ظهر تقويم مجمع الفقه بمكة تقويم منضبط مبني على قواعد وأصول ثابتة وتحريات دقيقة، قد مر بنا في الرابطة بعض الملاحظات عليه وعدلت، فتقويم مجمع الفقه تقويم صائب عدل فيه كثير ونظم تنظيما جيد، وأصبح الآن معتمد، والظاهر أن الاعتماد عليه أولى من غيره. حتى في فرنسا يا شيخنا؟ نعم، يعني تقويم مجمع الفقه تقويم العام للدول الإسلامية عامة، حتى الدول الكافرة؟ نعم. جزاكم الله خيرا. وقل رب زدني علما.